السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم وبرنامجي الجريء. النهاردة حلقة مختلفة عن باقي الحلقات. معلش بقى طلعنا تلت ساعة متأخرين، تظبيط طبعا إضاءة والمخرجين. كان الله في عون الناس اللي بتتعب وشقيانة. النهاردة طبعا هنبدأ حلقة اليوم مع طبعا الرئيس الراحل السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، طبعا قائد القوات الجوية في حرب 73، وكلنا طبعا حزنا على الراحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وقبل طبعا ما اطلع يعني للجنازة، ده حق الراجل علينا اللي احنا نعرض الجنازة العسكرية عندنا في البرنامج وعلى شاشة الصحة والجمال. وقبل كل شيء انا بشكر المجلس العسكري وبشكر السيد الرئيس السيسي على الجنازة العسكرية. هنطلع طبعا هنشوف التقرير وهنجيب الضيف ونيجي تاني. مصر وشعبها، لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته. ومصر عزيزة آمنة مستقرة وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائرون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ الله هذا الوطن وشعبه. فإنني أتوجه بحديث اليوم مباشرة لأبناء الشعب. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه، ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدم. عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا الجنازة العسكرية، طبعا بنشكر المجلس العسكري وبنشكر القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كل واحد ياخد حقه. يعني السيد الراحل محمد حسني مبارك كان قائد القوات الجوية في حرب اكتوبر 73، وطبعا يعني هو قال قبل ما يتوفى اللي هو هيموت في مصر ويدفن في مصر، ولا يطلع بره ولا زي الناس اللي طلعت وهربت والكلام ده.
ما قالش الكلام ده، قال انا هدفن في مصر، وقال كل واحد ليه ماليه وعليه ما عليه، سيشهد التاريخ كل واحد ليه ماليه وعليه ما عليه. طبعا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان نائب لرئيس الجمهورية محمد أنور السادات، وكان رئيس الجمهورية طبعا السابق منذ عام 1981، وطبعا هو طبعا اللي حرر آخر شبر من أرض مصر وهي أرض طابة 1989، وطبعا آخر كلمته وهي وكانت آخر كلامه مثلا قال سيشهد التاريخ كل واحد مالينا ليه عليه ما عليه كده، هو قال كده، قال كل واحد ليه ما ليه وعليه ما عليه. أحب النهاردة يعني معايا على الهواء مباشر النائب السابق المستشار شرف الدين محمد شرف. مرحب بيك سيادة المستشار. مرحب بيك يا أستاذ هاني، أهلا وسهلا، سعداء بسيادتك وبرنامج الجريء. الله يكرمك سيادة المستشار. طبعا حضرتك اتفرجت على الجنازة العسكرية طبعا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. نعم. تعليق بقى حضرتك كده في أول الحلقة. خالص العزاء والمواساة لشعب مصر العظيم والأمة العربية في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبوجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أصدر قراره وقراره بالعفو الرئاسي عن الأحكام اللي كانت موجودة، أو مش عاوزين نقول ظالمة، الأحكام اللي كانت بتمس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأقيمت جنازة عسكرية. ده أدى ارتياح كبير جدا لدى الشعب المصري ولدى الأمة العربية لتاريخ هذا الرجل. الرجل أدى ما عليه فعلا، وفي حرب أكتوبر دايما ملتصقة بالضربة الجوية. نعم. لأن مفتاح النصر لحرب أكتوبر كانت الضربة الجوية، وكان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك هو قائد الضربة الجوية. الضربة الجوية دي اللي مهدت الطريق، ودي اللي دمرت المطارات اللي موجودة في سيناء، مطار المليز ومطار ومطار ومطار، ودمرت مواقع الصواريخ والمواقع العسكرية والخط بارليف. مهدت وبقينا احنا مسيطرين على السماء وسماء المعركة، وعبرت القوات المصرية لقناة السويس وتدمير خط بارليف، وتحققنا انتصار اكتوبر. وعشان نعرف أهمية الضربة الجوية، دايما الناس بتقول لك الضربة الجوية أهميتها ايه بقى؟ ان سنة في 5 يونيو سنة 67 لما احنا للأسف قواتنا اتهزمت في 67، منين؟ لأن إسرائيل قامت بالضربة الجوية بتاعت إسرائيل ودمرت الطيارات المصرية على في المطارات، في المطارات الحربية، وخلى إسرائيل تملكت سماء المعركة، ومن هنا للأسف احنا اتهزمنا في 67. استوعبنا الدرس وقوة وانتصار 6 أكتوبر الفضل لله سبحانه وتعالى، والقوات الجوية المصرية اللي هي كانت رئيسها أو قائد القوات الجوية الرئيس محمد حسني مبارك، والحمد لله تحقق. وهو في 89 طبعا اللي رجع أرض طابة. حضرتك زي ما بنقول هو قائد النصر في 73، طبعا كان برئاسة الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب بطل السلام. الرئيس محمد حسني مبارك واصل المسيرة. نعم. مسيرة السلام لاسترداد سيناء كلها. نعم. يعني بعد 73 بعد الانتصار حققنا انتصارنا، هزمنا إسرائيل خلاص في المعركة، وبدأت معركة تانية اسمها معركة السلام، لأن إسرائيل دي معروف عنها بتراوغ وما بتفرطش كده بسهولة، ده قامت معركة كبيرة جدا معركة السلام، وجينا والحمد لله انتصرنا فيها، وكان آخر حبة رمل من أرض سيناء قطعة بسيطة اسمها طابة، وكانت في عليها فندق سونيستا اللي كان موجود هناك الفندق ده. نعم. والمساحة ما تزيدش عن 3 كيلو، مساحة بسيطة جدا. كان في 89. كان في 89. نعم. ده اللي انتصرنا فيه، عملنا المؤتمر هناك، وأنا كنت الحمد لله رحت من ضمن الوفد مع المجموعة اللي راحت، وطبعا تفضل السيد الرئيس وقتها الله يرحمه برفع العلم المصري فوق مدينة طابة المصرية، وده بيدليل على ان فعلا مصر ما بتفرطش في
في ذره رمله. طبعا احنا كده بنشكر المجلس العسكري طبعا، وبنشكر طبعا الرئيس الانسان نعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استاذ عبد الفتاح السيسي نعم طبعا نعم على يعني الجنازه العسكريه نعم وعن العفو الرئاسي والجنازه العسكريه. هي دي مصر، ده هي دي مصر فعلا نعم، هي الوفاء دي مصر والقيمه نعم والانسانيه، وحصل ارتياح لدى الشعب المصري كله. يعني ما فيش حد كان بيكلم على ليه ما حصلش الكلام ده، ان الشعب المصري مستريح للجنازه، الشعب المصري حزين على وفاه الرئيس الراحل، الشعب المصري فرحان بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الشجاع، موقف قوي بحسب له نعم. وهو دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بينحاز للشعب المصري في كل المواقف، بينحاز للشعب المصري. قبل ما اخش على المحور الثاني طبعا في محافظه السويس، طبعا انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، احنا بس بنقول الزمالك فريق مصري والاهلي فريق مصري، بنقول مبروك للزمالك طبعا طبعا كان بيلاعب الفريق الترجي النهارده التونسي الحمد لله نعم، وطبعا النهارده ربنا كرمه وكسب المباراه. احنا ما شفناش الماتش احنا كنا على الدائري ايوه، وبكره ان شاء الله الاهلي برضه هيلعب ان شاء الله، بنقول برضه بالتوفيق للنادي الاهلي المصري برضه ان شاء الله. يا جماعه انا عاوز اقول حاجه بس، انا في الاول قلت ولا زملكاوي ولا اهلاوي، ولا اهلاوي ولا زملكاوي، بس احنا بنحب الكوره الكويسه، الكوره الحلوه، اللياقه البدنيه، رياضه، بلاش التعصب على التواصل الاجتماعي فيسبوك، كلنا بنتكلم باسم مصر نعم. ما نيجي نقول اهلي وزمالك يا جماعه غلط، كفايه التعليقات اللي بنشوفها. لا هو التنافس لازم تشتم بعض على التعليقات. لا لا ما ينفعش، كلمتك طيب. لا ما ينفعش، هو انا طبعا بهني فريق الزمالك ومن كل قلبي، وبهني مشجعين الزمالك، وبل بهني شعب مصر كله، لان الزمالك لما بيفوز مع فريق يعني هو شقيق طبعا، فريق الترجي ده دوله تونس نعم، وده فريق شقيق عربي شقيق يعني نعم. احنا بنهني فريق الزمالك وفرحانين، وشعب مصر فرحان، وان شاء الله بكره هنهني فريق الاهلي باذن الله ومشجعين الاهلي، لان دايما هو دي الكوره، مش عاوزين تعصب ولا عاوزين ولا عاوزين. لو احنا ما بنتفرج مثلا كده على نعم الفرق اللي بره وبنشوف محمد صلاح بيجيب مثلا جول ولا الشعب الكلام ده، كله مش بنبقى فرحانين. الشعب المصري كله يوم ما بيلعب محمد عشان صلاح هو بيتكلم باسم مصر نعم. هي مصر ذخيره بجميع الكفاءات في كافه المجالات، حتى المجالات الرياضيه، وده دليل على ذلك الكابتن محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول، لما بيلعب ماتش بتلاقي كل مصر بتتفرج عليه وتشجع ليفربول. المستشار هنخرج طبعا من الرياضه، ومبروك طبعا للنادي الزمالك، وهنقول ان شاء الله للاهلي مبروك بكره. احنا كان في حاجه كويسه كده في القطاع الريفي في جبلايه اسمها جبليه الفار، طبعا كاميرا برنامج الجريء كانت هناك، رصدت طبعا المشهد على الطبيعه. قبل كل شيء بنقول الصلح خير نعم، يعني يا ريت لو السيد المخرج جاهز نتفرج على تقرير كده، يعني التقرير انت علق عليه طبعا نعم. جلسه نعم صلح، وحضر فيها يعني الاف هناك بحضور مدير الامن ومدير المباحث والحكم دار والنواب، وطبعا السكرتير المساعد لمحافظه السويس نعم، طبعا العائلات بالقطاع الريفي والقيادات السياسيه والتنفيذيه. هنشوف التقرير ونرجع حضرتك تعلق لي عليه ان شاء الله. اتفضل. فتبينوا
طبعا سيادة المستشار، شفنا طبعا من داخل جبلية الفار بنطاق الجناين. شفنا جلسة صلح، دول عائلتين طبعا، عائلات كان في قتل بينهم ما بين عائلة سلمي وعشري وحسنين الكلام ده. طبعا كان النهاردة بحضور السيد مدير أمن السويس والسيد الحكمدار ومدير الأمن العام ومدير المباحث والنواب والسكرتير العام للمحافظة، وطبعا العائلات هناك في القطاع الريفي، وطبعا الجهات الأمنية والسيادية بالمحافظة. تم طبعا يعني قدموا 4 أكفان في جلسة الصلح بحضور الآلاف هناك زي ما حضرتك شفته. هيبقى طبعا أمامك على الشاشة الصور هناك، الناس في العائلات حضرت. فكلمني بقى حضرتك عن جلسة الصلح. وفي الحقيقة احنا بتوجه برضو بالشكر للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس وجميع القيادات الأمنية اللي شاركت النهاردة في هذا الصلح العظيم. وأنا كان يشرفني أحضر هذا اللقاء، لكن عشان نجهز للقاء النهاردة في قناة الصحة والجمال، ده يمكن اللي خلاني أنا يمكن ما حصلش شرف أن أنا أكون موجود في هذا اللقاء، إلا أني ده دليل على ان في وعي للشعب المصري. نعم. وهو في عادات وتقاليد بيقوم بيها الناس المحترمين والناس الخايفين على نقطه الدم للانسان المصري. العادات والتقاليد دي بتخلي الناس تتحرك وتجمع الناس وتسعى ويسير في الصلح. نعم. بين الناس، لان لما يحصل جريمه قتل زي كده نتيجه ظروف معينه، نتيجه شيطان، في ناس بتحب الفتنه بقى، تفتم وداود عشان ايه يبقى في قتل هنا ويبقى في قتل هنا وياخد بطار هنا. لكن في ربنا جعل ناس محترمين، ناس تخش في الخير، تعمل في المجال. نعم. الخير. نعم. وبتحقق العدله اللي هي الصعبه، انه بيجمع الاثنين مع بعض، بيبقى في نوع من التسامح ونوع من التراضي، المصالحه من كبار العائلات. ويمكن موجوده في القطاع الريفي، لان القطاع الريفي ده هو يعتبر بؤره السويس، ويمكن احنا كصعايده او جزرنا يعني سويس طبعا وجزرنا في الصعيد. طبعا انا معايا طبعا مدير اوقاف محافظه السويس الشيخ محمد العجمي. مرحب بيك يا دكتور. دكتور محمد العجمي مرحب بيك. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ الحبيب هاني. وعليكم السلام ورحمه الله. شرفتني يا دكتور. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا دكتور. انت النهارده كنت في جلسه صلح، وطبعا شفنا حضرتك على الفيديو مع السيد مدير امن السويس والسكرتير المساعد للمحافظه ومدير المباحث وعائلات الجناين والجهات الامنيه والسياديه وطبعا جهات التنفيذيه. كلمني عن جلسه الصلح النهارده. والله الحمد لله بفضل الله جل وعلا وبمجهودات طبعا سيد اللواء رجب عبد العال مساعد اول وزير الداخليه ومدير امن السويس، والسيد اللواء عامر محمود مدير المباحث. اكرمنا الله سبحانه وتعالى بجمع شمل، لا نقول بصلح، هو جمع شمل
فإن الحدث كان بين عائلات أبنود، وما حدث بينهم لم يكن نزاعا وإنما كان نزغا للشيطان. فالحمد لله ببركة رجال الخير في محافظة السويس والسادة أعضاء مجلس النواب وجميع رؤوس العائلات في الجناين وجميع رؤوس العائلات في قنا، الكل اليوم جاء ليشهد هذا الفرح، لا أقول هذا الصلح، هذا الفرح، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في قرآنه بقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اليوم هذا المشهد العظيم كان في محافظة السويس، ويمكن الحمد لله توجيهات معالي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إن احنا نتبنى المصالحات ونحولها إلى واقع عملي في محافظة السويس. السويس هذه المحافظة الباتلة لها مكانة في القلوب، والصلح اليوم الحمد لله جاء صلح عن عفو، وكان كرم الجماعة من العشري قدموا رمز العفو والكفن لإخوانهم من الحديوي، والحمد لله كان صلحا موفقا. وبنقول أن مصر الآن تحتاج إلى جعل ثقافة المصالحات واقع عملي، لا نريد خلقلة داخل المجتمعات، بل نريد أن الأمن يسيطر على الخصومات وأن يسيطر على النزاعات بين الناس. وإن شاء الله تعالى احنا شكلنا في مديرية الأوقاف في الإدارات المعنية الخمسة في فيصل والسويد وفي الجناين وفي عتاء وفي الأربعين، شكلنا لجنة مصالحات متواجدة في الإدارة، وإن شاء الله ستعمل هذه اللجنة للتحرك السريع لا بعد وقوع الحدث وإنما قبل وقوع الحدث إن شاء الله. بمجرد أي نزاع أو أي خلاف إن شاء الله ستحرك المشايخ علشان نعد أي فتنة بين الناس ونكون سببا للخير، لأن إن شاء الله قال رحم الله رجلا كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أشكرك أشكرك يا دكتور، شرفت. شكري يا دكتور محمد. أنا معايا طبعا الأستاذ وائل الحفني صاحب شركة الحفني طبعا لنقل المواد البترولية. مرحب بيك يا أستاذ وائل. أهلا مرحب بيك، إزيك أستاذ هاني؟ أهلا وسهلا. مرحب بيك أستاذ وائل. النهاردة أنت كنت في جلسة صلح، شايفين حضرتك طبعا في الصور والفيديوهات، كلمني عن جلسة الصلح بقطاع الريف النهاردة. الحمد لله والشكر لله، والحمد لله أن ربنا كرم محافظة السويس النهاردة بوقت الفتنة والثأر، العادة القديمة التي تورثناها الأجيال السعودية في السويس. تمام معاك يا أستاذ وائل. في السويس وفضل سيادة اللواء رجب عبد العال مدير الأمن والسيد اللواء حسن ترك حكم دار السويس اللي عملوا مجهود جبار في وقت الفتنة عن محافظة السويس، وخلونا نعيش كلنا كده هو في سلام وفي أمان في البلد من كل نواحي الأمنية في السويس، من ثأر ومن كل حاجة. الحمد لله والشكر لله، وأنا يعني كنت فخور جدا وفرحان جدا وأنا قاعد في وسط أهلي وحبايبي في محافظة السويس. أستاذ وائل، نطالب الناس بالتوعية؟ أكيد طبعا، وربنا أعلم إحنا على القيادة الدينية والقيادة الشعبية كلنا بنوعي الناس، كلنا بنقوم بدورنا في التوعية، كان أحزاب سياسية، كان جماعات أهلية، كانت تجمعات، كان مساجد، كان جوامع، كنائس، كلنا لازم نوعي الناس كلها بالأثار السلبية للثأر دوت. معايا المستشار شرف الدين محمد شرف طبعا النائب السابق، بيسلم عليك، هو معانا ضيف الحلقه النهارده. اهلا وسهلا شرف بيه، منور يا فندم. اهلا استاذ وائل، اهلا وسهلا بيك حضرتك، ربنا يوفقك طبعا، دايما صاحب فضل قبلي وراجل يعني يعرف معنى وقت الفتنه في السويس بالنسبه للقبليات الموجوده وعمليات الثأر. الحمد لله اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه في السويس، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، احنا فرحانين جدا النهارده. السويس كان سعيد. نعم نعم، ربنا يوفقك دايما الفعل. طيب انت شايف من وجهه نظرك محافظه السويس راحه بينا على فين؟ محافظه السويس راحه بينا على فين؟ احنا بنعيش اسعد لحظات عمرنا في السويس الايام ديت. السويس
جلاله وتنميه شمال خليج السخنه، ويعني السويس ما شاء الله شوارع كباري انفاق. يعني احنا الحمد لله والشكر لله في عصر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لم السويس كده هوت وادها الاولويه في حاجات كتيره جدا 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 احنا ما عصرناهاش على مدار عقود كتيره جدا. الحمد لله والشكر لله السويس بابنائها وهتفضل السويس عروس البحر البحر الاحمر المتوسط ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا فندم، شرفت ان شاء الله السويس تبقى عروس البحر الاحمر تاني. شرفت يا فندم، شرفت. شكرا شكرا استاذ هاني، شكرا للشرف. تحدي لسيادتك يا استاذ وائل. انا سالت طبعا سمعنا دكتور محمد عجمي مدير اوقاف محافظه السويس، والله بالمناسبه وسمعنا الاستاذ وائل حفني طبعاً صاحب شركه الحفني للمواد البتروليه. الناس دي كانت طبعا داخل جلسه الصلح. هو القيادات الشعبيه والتنفيذيه والسياسيه طبعا حضورها مهم جدا وبيعطي ثقه للناس ان القيادات دي معاهم، ما حدش سيبهم. مثال عظيم على الاستاذ وائل حفني، الراجل قياده شعبيه محترمه بيحضر الاوقاف، رجل الدين، الناس بتحترم رجل الدين وبتقر يعني بتحترم رجل الدين على اعتباره انه رجل نموذج للانسان الصالح، الانسان التقي اللي احنا بنلجأ له في جميع مشاكلنا، بنلجأ له عشان يفتي او يقول لنا الطريق السليم نمشي فيه. تمام. والاوقاف بتشهد برضه فعلا الامانه، حركه عظيمه جدا في السويس بقياده فضيله الشيخ محمد عجبي، راجل محترم جدا وبلاقيه في جميع المناسبات، حتى في بيت العيله انا بيعمل اي فعاليه بيبقى بيتفضل سيادته يبقى موجود. الندوات اللي بتجرى لمقاومه الارهاب للتوعيه لتوعيه شبابنا، بيبقى في مجموعه رجال عظماء من رجال الاوقاف السويس بقياده فضيله الشيخ محمد عجبي. يعني بنلاقي الاوقاف بيتحرك النهارده في داخل القرى وداخل الاحياء الشعبيه ومربعات السكنيه والفعاليات اللي بتعملها بيت العيله او الاحزاب، حاجه جميله جدا. وبالتالي ان احنا فعلا اللي كان بينقصنا من بدري بيتحقق النهارده في قياده واعيه لسياده محافظ السويس اللي واقع بجد صقر فعلا توجيهاته لكل مسؤول لبناء الانسان، لان توعيه الشباب دي اهم شيء. طبعا هنعرض امامك كده على الشاشه صور طبعا جلسه الصلح، لان دي يعني حاجه مهمه. نعم. طبعا السيد مدير الامن ومدير المباحث والحكم دار ومدير الامن العام، وطبعا زي ما قلت لحضرتك العائلات هناك. نعم. كانت طبعا يعني الوف هناك، يعني انا شفت يعني استرداء من بره. أيوة. صوان حاجه يعني، بص حضرتك كده يعني هتكون حاجه جميله جدا في محافظه السويس. طبعاً عاوزين طبعا هذه المنصه عليها السيد مدير الامن ومدير المباحث والدكتور محمد عجمي مدير الاوقاف وطبعا الحكم دار. يعني احنا طالبين اهو زي ما حضرتك شايف طبعا يعني اللي امامك دول النواب، وطبعا اللي امامنا ده القمص انطونيوس ميلاد. نعم. وكيل مطرانيه السويس وراعي كنيسه العذراء مريم بمحافظه السويس، تحيه كبيره طبعا للقمص انطونيوس ميلاد للانبا انطونيوس. وطبعا امامك الصور تتحدث عن نفسها، طبعا مساعد اول وزير الداخليه ومدير امن السويس اللواء رجب عبد العال، والسيد الحكم دار حسن ترك واللواء حسن واللواء عيد سعيد. نعم. وطبعا مدير المباحث اللواء عامر محمود، وزي ما احنا شايفين كده عمد الجناين وعائلات الجناين. نعم. داخل طبعا الصوان في الوف. نعم. علق لي حضرتك طبعا على الصور. هي والله صوره مشرفه جدا لما دكتور محمد عجمي امام حضرتك. نعم. طبعا هو مدير اوقاف السويس، مشرفه لما الاقي شعب السويس كله بجميع طوائفه وسياده الانبا انطونيوس النهارده مشرف. نعم. مشرف في هذا اللقاء، جميع الابناء السويس حاضرين هذا اللقاء، ده دليل على ايه؟ شايف حضرتك يعني وعي. شايف الوف اهي. نعم. يعني حاجه جميله جدا، عاوزين وعي طبعا. احنا عاوزين وعي، وعي الحمد لله موجود. عاوزين وعي للمواطنين، وده دليل على ان الاستجابه في الحضور هذا الصلح. حاجه جميله، عائلات زي ما انت حضرتك شايف. يعني برضو ان يعني بنؤكد على دور الاجهزه الامنيه والقيادات الامنيه والسيد مدير امن السويس ومدير المباحث الجنائيه والساده المأمري الاقسام بالشرطه. نعم.
وضباط المباحث بصراحه بيقوموا بدور قوي جدا، لان لولا هذا الدور القوي ما كانش يتم هذا. شايف يعني ادي الحب عمد طبعا الجناين هناك، ويعني حاجه جميله، الناس كلها حضرت، ما فيش حد ما حضرش. يمكن واحد فرحان طبعا عشان ده طبعًا جو طبعًا جميل، جو صلح، الصلح خير. شايف المنظر حضرتك، رموز القيادات يتحدث عن نفسه، الصوره تتحدث عن نفسها طبعًا. رموز القيادات الشعبيه اللي برضه الحاج عبد الحميد كرماوي الراجل شايفه وانا موجود، وجميع القيادات الشعبيه والساده النواب موجودين النهارده، ده دليل ان السويس فعلا ده اسره واحده. السويس النهارده ده كان الحاج عبد الحميد الكرماوي والحاج سيد شحاته والحاج سيد شحاته استاذ يعني جلال مازن نعم ويعني نعم ناس كتيره قوي. دي بقول لحضرتك الساده النواب نعم سواء الحاليين او السابقين، استاذ جلال مازن وجميع النواب الموجودين حاليا، الاستاذ طلعت خليل والاستاذ محمد المصري، النواب كانوا موجودين، موجودين النهارده، ده دليل على اللي ايه. ما هو عشان كده ان بقول لحضرتك النهارده السويس الحمد لله بناخد خطوات قويه جدا في لم الشمل. نقول الصلح خير. نعم الصلح طيب خير. طيب بالنسبه للتطوير احنا كل طبعا حلقه كنا بنجيب رصف واناره وبنجيب صرف صحي والكلام ده. نعم طبعا في يعني تقرير كده هفرجه لحضرتك على الشاشه في مشروع اسمه دارك تبع محافظه السويس بنطاق حي فيصل. نعم. مشروع دارك ده بيترمي فيه طبعا الخطوط بتاعه الصرف الصحي استكمالا طبعا للعماير او الشقق او الفيلل اللي طالعه هناك، وطبعا في منطقه اسمها منطقه المثلث برضو بيتم التغيير. بص حضرتك كده يعني بص حضرتك ده مشروع اسمه مشروع دارك كويس تابع لشركه الامام طبعا الحاج خلف عقبه واولاده، طبعا ده تحت طبعا توجيهات السيد محافظ السويس ورئيسه حي طبعا فيصل. المشروع دوت بيتعمل هناك خطوط الصرف الصحي حضرتك تبع التطوير استكمال مسيرة التطوير من رصف لإنارة لزرع لورود لجناين. طبعا حاجة السويس النهاردة بقت في المقدمة، أمامنا مسجد حمزة وبالجانب الثاني هتلاقي طبعا الكنيسة أمامنا أهي. نعم اخد بال حضرتك احنا برضو بنحيي الجهود الملموسة دي طبعا، والحاج خلف عقبة وجميع السادة المقاولين أبناء السويس اللي هم ده بقى في المثلث حضرتك، في المثلث بيغيروا خط طبعا اللي واقف دوت المستشار طبعا الفني أستاذ طلعت عرابي الباشمهندس طلعت وعلى أساس المطر اللي كان من كام يوم في محافظة السويس بفضل الله، ثم طبعا محافظ السويس نزل بالجهاز التنفيذي راحوا طبعا الشوارع الرئيسية ودخلوا المداخل هناك طبعا في بيوت طبعا غرقت وفي محلات تجاريه غرقت قبل ما طبعا بيغيروا الخطوط زي ما حضرتك شايف كده المقاول واقف وطبعا الناس هناك كلها واقفين بيغيروا طبعا خط، لان المدرسه اللي امامهم دي مدرسه اسمها العاشر من رمضان بالمثلث طبعا غرقت ميه، فهم طبعا بيفحطوا هناك او بيحفروا على اساس بيركبوا خط للصرف الصحي. احنا معانا من خلال المداخله الهاتفيه على الهواء مباشر المهندس طلعت عرابي المستشار الفني لشركه الامان للمقاولات العموميه بمحافظه السويس. مرحب بك يا باشمهندس. استاذ طلعت عرابي معايا؟ ايوه يا فندم. مرحب بيك. مرحب بيك يا فندم. الله يخليك. احنا كنا بنتكلم دلوقتي على مشروع دارك بنطاق حي فيصل تحت توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وطبعا تحت تعليمات رئيس حي فيصل. كلمني عن مشروع دارك. والله هو مشروع دارك بتعليمات من السيد الوزير محافظ السويس، احنا خدنا المشروع دي بتعتبر منطقه موجوده داخل حي فيصل، بتعتبر من انظف الاماكن الموجوده، المساحه بتاعتها مبنيه على 35% من القيمه الاجماليه بتاعه المشروع كله. احنا واخدين تنفيذ شبكه الصرف الصحي تقريبا كده، المبنى ده او المشروع ده الكميه الاشجار اللي فيه بتمثل 35%، يعني هتبقى من احسن الاماكن اللي موجوده في نطاق حي فيصل على مستوى السويس كلها. استاذ طلعت شغالين بداتوا العمل في دارك بنطاق حي فيصل قد ايه؟ بقالكم قد ايه؟ احنا بقالنا بتاع حوالي شهر تقريبا، مده العمليه 4 شهور. احنا في الشهر ده تقريبا انجزنا حوالي 90% من المشروع اللي هي شبكه الصرف الصحي. بتوجيهات الوزير المحافظ برضو شبكه الكهرباء دخلت ورانا، وتقريبا شبكه المياه هتخش في نفس المشروع،
يعني خلال شهر او شهرين هتبقى من اجمل المناطق اللي موجوده في نطاق حي فيصل. طيب انا شايف حضرتك طبعا وعرضنا التقرير امامنا على الشاشه في منطقه المثلث بنطاق طبعا حي الأربعين، والتقرير طبعا يتحدث عن نفسه على الشاشه. حضرتك واقف هناك، ايه اللي بيتم هناك بعد الفحر اللي موجود هناك؟ والله هو الموضوع الثاني ده بتاع حي الأربعين في نطاق منطقه المثلث، حصل هبوط مفاجئ في الخط اللي هو جاي بالمنطقه الصناعيه، وده خط 24 بوصه، فبنعمل تحويل للخط القديم على خط جديد، وهنبدا نعمل بعد ما نخلص التحويل ده هنبدا نعمل انشاء للبير اللي هو اصلا هبط ده، انشاء ان البير ده على عمق حوالي 8 متر تحت سطح الارض. طيب ايه هو العائد او المترتب من شركه الايمان او من حضرتك على محافظه السويس خلال الايام الماضيه؟ العائد من شركه الايمان على محافظه السويس الحاج خلف عقبه اللي هو صاحب الشركه بيبقى تحت امر سياده المحافظ في اي توجيهات، يعني مجرد سياده المحافظ بيوجه بان احنا نشتغل في اي منطقه بنشتغل مباشره على طول. يمكن حضرتك تعرف توجيهات سياده الوزير المحافظ لما قال لنا خشوا في المركز بتاع التكوين المهني اللي في المثلث، نشفنا المايه اللي كانت في البدرومات وجبنا حاجات وردمناها، والموضوع ده كلفنا كتير، لكن احنا في عشان تحيا مصر وعشان محافظه السويس تبقى في ارقى صوره، الحاج خلف عقبه وشركه الايمان المقاولات ما تاخرش باي حاجه على سياده الوزير المحافظ، لان ده بيعتبر من انا رايي الشخصي ان من اجدع واجمل الشخصيات اللي دخلت محافظه السويس وخايف على البلد بطريقه انا ما شفتش محافظ خايف على بلد على السويس قد المحافظ اللي موجود دلوقتي حاليا. معانا المستشار شرف الدين محمد شرف النائب السابق بمحافظه السويس، طبعا بيقول لك الله ينور، هو هيكلمك على الهواء. الله ينور يا باشمهندس. الله يخليك يا استاذ شرف يا سياده النائب. لا ما شاء الله يا شغل عظيم جدا. وحشنا والله يا سياده النائب، وحشنا يا باشا. الله يحفظك، ده شغل جميل جدا وبالتوفيق ان شاء الله. احنا فعلا محتاجين في السويس احلال وتجديد شبكه الصرف الصحي في المناطق اللي محتاجه فعلا تغيير، لان ده نعم يا فندم تغيير احلال وتجديد شبكه الصرف الصحي في السويس. محتاجين ان شاء الله شركه الايمان والحاج خلف عقبه، ومحتاجين الحاج سيد شحاته باذن الله يخش في قطاع الجناين للصرف الصحي هناك، لان احنا كسويس فعلا محتاجين احلال وتجديد جميع الشبكات اللي هي متهالكه. احنا عاوزين المقاولين كلها يخشوا، والتطوير وجميع المقاولين طبعا، زي شركه الاي بي بي زمان في التسعينات. جميع المقاولين من ابناء السويس. فاكرها وسيادتك طبعا خبره عظيمه جدا. فاكر انت طبعا الاي بي بي اللي هي دخلت في التسعينات؟ عاوزين بقى هجوم من مقاولين بتوع السويس، وعملت احلال كبير للشبكه. طيب احنا عاوزين بقى هجوم من مقاولين السويس كلهم، مش هنسمي بقى شركه كذا ولا لا. والله والله يا استاذ هاني، والله يا استاذ هاني يا استاذ شرف، انا الفتره اللي انا عايشها دي سياده الوزير المحافظ ما بيبخلش على السويس باي حاجه، يمكن في المجال اللي انا افهم فيه اللي هو مجال الصرف الصحي موجود رئيس قطاع السويس المهندس محمود زهره. نعم الراجل ده راجل محترم، المهندس محمود زهره فعلا. الناس اللي فاهمه كويس، فاهمه الشغل كويس يعني ايه، وفاهمه المشاكل بتاعه السويس ايه، والراجل ما بيتاخرش على اي مشروع يخدم مدينه السويس. يمكن هو منزل شويه احلالات تجديد في شبكات السويس، حي فيصل، حي السويس، حي الأربعين، يمكن دي في المناطق اللي بتعتبر فيها كثافه سكانيه وفيها مشاكل فعلا في الصرف الصحي، فالراجل منزل الحاجات اللي هي مهمه. ونحن نتمنى من سياده الوزير المحافظ حاجه بس اخيره، ان هو يبص للقطاع الريفي. أيوة. الشبكات اللي هو المحروم من الخدمه بتاعه الصرف الصحي باذن الله. الناشد السيد الوزير المحافظ نظره للقطاع الريفي اهالينا هناك. اشكرك يا استاذ طلعت. اشكرك. شكرا يا استاذ طلعت، بنحيي طبعا احنا فعلا هو قال نقطه مهمه. اهالينا في القطاع الريفي بنتكلم عليها دي. واتكلمنا عليها قبل كده اتكلمنا في الجناين. فايه راي حضرتك طبعا في الشغل اللي اتعرض؟ طبعا لا هو شغل عظيم جدا، وبنوجه التحيه للشركه القابضه في السويس، شركه طبعا المهندس محمود زهره، المهندس محمود زهره والناس المحترمين اللي معاه المهندسين اللي جات الشركه القابضه ليها بصمه تمام، سواء مهندسين او فنيين او عاملين، يعني بنوجه لهم التحيه والشكر. وفي نفس الوقت برضو ان احنا انا كنت ماشي من كام يوم في الشارع الرئيسي اللي مودع القاهره طبعا، قدام مدينه الزهراء وعند مسجد الاستقامه، لقيت في شغل. معانا استغاثه على الهواء مباشر عشان حضرتك تعلق عليها، معانا محمد من محافظه السويس. مرحب بك يا محمد. اهلا وسهلا استاذ هاني، واهلا بالساده الضيوف.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك هاني، واهلا بالساده الضيوف، واهلا بالمستشار شرف دي سياده النائب العضو السابق. اهلا وسهلا حبيبي، شرف بالساده المشاهدين. شرف بيك. وانا استغيث الثلاثه، انا موظف في شركه بتروجيت واصبت اصابه عمل كبيره والشركه دلوقتي بترميني بره. استاذنك بس يا محمد، يا محمد لو انت امام الشاشه يا توطي الشاشه شويه، وطي الصوت، لا اما اطلع بره كلمني عشان انا مش سامع حاجه. انا بستغيث بالسادة المشاهدين، وانا كنت عامل في بتروجيت واصبت اصابه عمل كبيره في الشركه وطلعوني بره الشركه، وانا معايا جميع مستندات اللي بتقول ان انا راجل كنت في الشركه من 2017 لغايه 2019 بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الاداره. طلعوك بره الشركه ليه؟ طلعوك بره الشركه ليه؟ طلعوني بره الشركه لان انا راجل اصابه عمل يعني بالظبط كده يا استاذ هاني، معايا محضر اصابه العمل، لان هم بيقولوا ان العمال المياومه ما لهمش مأموريات، وانا بناء على ان انا طلعت بمأموريه رسميه من مشروع حقل ظهر بتقول ان انا المفروض اتوجه للفرع الشرقي، وقمت بعمل المأموريه ديت، وبناء عليه لما اتقال ان انت مالكش مأموريات حبوا ينهوا المأمورية خالص بان هم يقولوا ان مفيش مأموريات، فبعد قرار النيابة العامة اسند لي بالمحضر بتاعي الرسمي ان النيابة العامة قررت بان المحضر عوارض اصابة عمل، ولما قررت النيابة العامة بعوارض اصابة عمل الشركة اضطرت ان هي تقول لا ده الراجل بالفعل مصاب عندنا. تمام. فلما قالوا كده توجهت للسيد محافظ السويس مشكورا، السيد اللواء عبد المجيد صقر، حولني للسيد الاستاذ حاتم مدير مديرية القوى العاملة، وتوجهت للمهندسة عزة، وبالفعل لما اتصلت بالسيد الأستاذ المهندس أحمد مدير عام الأمن الصناعي بشركة بتروجيت، قالوا إن ما فيش إحصائيات بتقول في 2018 و2019 إنه أصيب عندكم عامل اسمه العامل محمد عبد الحميد محمد، وقال لا أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع دوت، وقرر السيد. طيب يا محمد في عجالة كده عشان وقتنا، مشكلتك اللي أنت يعني عاوز ترجع الشغل. أنا بطالب بتعييني لأن أنا إصابة عمل في شركة بتروجيت من 2018، وقبل كده كان رقم المالي 67926، وقررت الموارد البشرية بعد قرار السيد رئيس مجلس الإدارة برجوعي العودة للعمل، وقرر السيد الأستاذ الفاضل مشكورا للمهندس محمد الدرو بموافقتي على تعييني مكافأة شاملة عشان إصابة العمل، والموارد البشرية قالت لا الأستاذ وفاء أمين مديرة عام الموارد البشرية لا المفترض يعني يا استاذ هاني دي عضوة نقابة عمال المفروض تقف مع العمال، لا هي ضد العمال، وضد العمال ليه ده الله اعلم، ده بقى شغل موارد بشرية. طب انت معاك مستندات من اللي انت بتقوله ده؟ انا معايا جميع مستندات يا استاذ هاني. طيب رقمك اللي في الكنترول؟ انا رقم طيب. اللي في الكنترول. طب يا ريت الكنترول يحفظ الرقم واحنا هنتواصل معاك يا استاذ محمد. حاضر شكرا اشكرك. علق لي بقى في عجاله على موضوع محمد ده. هو موضوع محمد ابننا محمد ده طبعا محافظة السويس طبعا تعرض لاصابه، بس برضه ما وضحش الاصابه قد ايه، هل هي نتج عنها عجز جزئي ولا عجز كلي ولا ما فيش عجز خالص، فيش اي نسبه ولا حاجه الا ان. طيب انا عاوزك بقى تتبنى انا مستعد والله اتبناها ان شاء طبعاً. الله هو رقمه معانا نخلي ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله الكنترول واحنا طالعين. تمام. وحضرتك تبقى تتبنى القضيه نعرف بس المستندات جمهوريه مصر العربيه مش هنقول السويس بس احنا نتشرف بيه واي حد والله. طيب كلمتك اخر كلمه ليك بقى قبل الختام. طبعا اخر كلمه، وكن الواحد سعيد ان من خلال هذا البرنامج بنقول ان السويس بتشهد طفره عظيمه جدا في مجالات الخدمه، الخدمات سواء كهرباء او رصف او صرف صحي او مياه، ونتمنى المزيد، احنا عاوزين المزيد من ذلك، وعاوزين برضو التنميه، يعني الخدمات والتنميه، التنميه بمعنى ان يعود الاثر على المواطن، يعني الاثر ايه؟ زي مثلا الشباب، هي دي مشكله العصر حاليا، مشكله البطاله، يمكن بعض الساده المحافظين السابقين كان بيقول همي ان انا ما اقضي على البطاله في محافظه السويس، وان ما يكونش في واحد عاطل في السويس. فطبعا انا بتمنى من السيد وزير المحافظ ينمي صندوق الخدمات من خلال مشروعات تتم من جديد تاني، وفي مشروعات قديمه كانت باحداث 25 يناير 2011
انتهت زي مشروع البيض، مشروع التسمين، مشروع الخدمات، مشروع العجول، كل دي خدمات كانت موجوده، كانت بتخدم شباب وبتشغل الشباب، وفي بتحقق هامش ربح برضه بيتحط في ميزانيه صندوق الخدمات. من هنا صندوق الخدمات عاوز ان اتمنى انه يتوسع في مجال تنميه المشروعات اللي بحافظ السويس، وايضا ان السويس برضه يعني الاملي ان في المرحله القادمه ان محور قناه السويس العظيم اللي يقام فيه مشروعات صناعيه ثقيله ومشروعات واماكن لوجستيه، وحاليا في الهيئه الاقتصاديه، الهيئه الاقتصاديه موجوده في عندنا في الجنوب، يلا فوجئنا تحيا مصر عشان وقتنا مدخل قناه السويس من الجنوب في السويس وفي شرق التفريع بورسعيد، يعني محور قناه السويس ده لازم يعود بالخير على ابناء السويس وعلى شعب السويس وشعب بورسعيد والاسماعيليه، احنا مدن القناه مصيرنا واحد، فعاوزين يعود بالخير. 3-2-1 تحيا مصر. تحيا مصر ان شاء الله. السويس عروسه البحر الاحمر ان شاء الله، شرفت ونورت شاشه الصحه والجمال. نعم. ولينا حلقات قادمه اخرى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله. واخر كلامي الله المستعان، وخليكم معانا في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.